يمكن كلامي ما ريحك مو هيك؟ جانسو أنا ما جيت لهون لأرتاح. أمير بعرف أنك ما بتعرفني، بس أنا حاسة فيك كتير. صدقني عم حس مثلك، لأنه خدعتني مثل ما خدعتك. هي استخدمتني هي وعم تعمل هالشي، استغلت حياتي وكل شي أنا بملكه. بدي وقت لحتى سامحها، مع أنه صعب أني أنسى. وبهالفترة أنا بتمنى أنك تكون جنبي، ما بدك تفكر أني لئيمة، بس عن جد مو قدراني هلأ سامحها. بس بلكي إذا كنا سوا بالشغل مع الوقت ممكن أنه نحن ننسى. جانسو قد ما صار معك مو متألمة قدي أنتي. سينام خانم، ما بعرف إذا سبق وشغلة الشراكة عرفتكن على بعض، هي مرت أبي. أمير يا ريت تعيد زيارتك، نتلاقى عن قريب. من هلأ ورايح رح نتلاقى كتير. ضلوا بخير. عن إذنك يا خانم. عارف ليش اجيت لهون؟ ما توجعي راسك، انت منيحة؟ يلا قومي غيري ثيابك لحتى اوصلك على البيت. يلا ليك شايف؟ بيشبهوكم انت وفريحة. كنتوا تكمشوني ايدي ونضل طول النهار نتفتل ما نخلي السوق يعتب علينا. هاي هي الأمومة، انه تقول انه ايمتى ما اولادك مدوا ايدهم انت رح بتكوني جاهزة لتكمشيها. بس بعض الأحيان حتى لو كنت جنب الولد ما عم تقدر تكمش له ايده.
أنا هلأ ما عاد تقدر تكمش إيديكم. طبعاً بعرف إنه في مين عم يكمش لكم إيديكم. أمي أنا هلأ كامش إيد سهر. أكيد أنا ما رح فكر بعدكم عن بعضكم، بس لازم تعرف إيد مين لازم تكمش. هذا آخر كلام عندك؟ لارا كثير اشتقت لك بنتي. بترجاك لا تلمسني ابدا. بنتي بعرف انك معصبه علي، انا كسرت لك خاطرك، بس انت ما دخلك بهالشغله، هاي بيني وبين امك. نفس الحكايه مو هي؟ ما عم بعد عني، بس عم بعد عن امك. بس يا بابا انت خدعتنا اثنيناتنا وضيعتنا اثنيناتنا وما رح تاخذ منا ولا اي شيء. انت كيف هيك عم تحكي معي؟ مبين امك معبايه راسك منيح. وأمي من سنين وهي عم تشتغل مشاننا، وانت هلأ راكد ورا نتائج شغلها. بس ما رح تاخدهم، أنا ما رح أسمح لك. شو كأنك عم تهدديني؟ وبشرشحك كمان، وصدقني هالشرشحة حتأثر على شغلك وعلى علاقاتك كمان. يا بابا عن إذنك. أنا واثقة أنه حطيتها هون. قلت له لأبوك يسجل رقم الطبيب النفساني وما عمل هالشي. أصلاً إمتى كان هو يسمع مني؟ طبعاً بيعرف إنه سينم بتخبي البطاقات، ما هيك؟ ليش شو عم بيصير كمان؟ بتعرفي إنه نحن كمان لازم نشارك بجلسة اليوم، وما عم بتذكر عنوان الطبيب النفساني، وهلأ رح نتأخر وأبوك أكيد رح يعصب علينا. ايه ما بدك تسألي شي؟ مثلا امير صراف اوغلو ليش اجا ليشوفني؟ شو بدك يعني اسألك؟ يبدو انتي ما لاحظتي التغيرات؟ لك كان هون عنا بالبيت وقال لي انه بدنا نتلاقى كتير، ما سمعتي حابب انه نكثف لقاءاتنا؟ جانسون احنا هلأ بدنا نلتقي بواحد اهم منه بكتير. أبوك عم يستنى، يلا. شفتي؟ شكلها فريحة مو قليلة أبدا. على السريع لقيت واحد تاني. صاير شي؟ لا ما في شي، ما في شي.
موبايلك عم يرن. ارد مين؟ ما طالع الاسم. اه هي الو زهرة، انا كنت عم بستناكي بس انتي ما اجيتي. صحيح انا ما قدرت، مو هيك بس ايه رح شوف شو بقدر بعمل. طيب ايه رح تلفن لك طبعا. ايه لكان يلا مع السلامة. مع السلامة. مين هاي؟ شو اسمها يا؟ مو بتتذكر يا رضا لما كنت انا اعمل مربيات ونزلهم على السوق؟ ايه هاي المرة من زمان بتضل التلفن لي دائما تسأل عني. ايه هيك تخيلك يا زهرة، لا تجيبينا وجع هالراس على المربى وما بعرف شو. هاي شغلة متعبة، نحن سكرنا هالدفتر من زمان. إيه بلا ما زهرة تعذب حالها، أنا بشتغل أخي. صحيح هي شغلة متعبة بس بنزل أنا وكلتو مع السوق ومنشوف شو في، يعني الشغلة مو صعبة كتير. أنت بس قولي لي مين هي المرة وأنا بساوي للمربيات، شو رأيك؟ طيب خديجة بخبرك. طبعاً بخبرك. ألو، ما كانت مرتاحة بالحكي، يعني حتى سكرت بوشي. بلكي في حدا كان بالبيت وهو جنبها، وبلكي كمان إنه جوزها ما عم يخليها تشتغل. يعني في احتمال ما تجي منهم؟ أنا ما عم بفهم. شو عم تستنى بعد ما قربت كل هالقد؟ على كل إن أنت أدرى، هاي مشكلتك مو مشكلتي. وأنت شو بتحب ساوي؟ أنا رح ساوي. بآخر الأمر هو عندك، عليك تقرر. لك شوفي لك كلتوب، هدول كلاب النازيك مثل حكايتهم. لك يا أمي تركيهم هلأ، لو أخذنا مرت خالي كمان معنا كان تغيرت جو. لسه مرت خالي انتي ليش بخك صاير مسطل؟ شو نزلي على السوق على الفاضي؟ لازم ننزل على السوق حتى ما تعمل سيرتنا علكة بلسانها. ليش أنا ما بعرفها؟ بكرة بتقول اجوا لعنا ووجعوا لنا راسنا وما عملوا شي نهائيا لحتى يساعدونا. يا أمي انتي شو لسه بدك منها؟ شوفي هنن عم يصرفوا علينا والجماعة فتحوا لنا باب بيتهم. القصة مو قصة مصاري لك بنتي، نحنا كم مرة بعتنانهم من حصتنا بالأرض. وغير هيك اجينا وعم نخدمهم كمان، شو بدنا نساوي أكتر من هيك؟ بعدين ليكي هدول أكيد في قصة بحياتهم، وعن قريب إن شاء الله رح أعرف البير وغطاء. لا تخافي ما في شي. شو ممكن يكون يعني؟ لا أكيد في. أنا صحيح مصيبتي كبيرة بس من نظرة واحدة بعرفهم. والله بنتي تطلعي شوفي عيونها لفريحة ومحمد وأخي، بتلاقيهم باقين لبرا من القهر. يا أمي ما في شي. لا أكيد في. وصلت لعند بيتها، حطيت هالبنت على موتورك واجيت لقدام بيتي أنا. سينم خانم، أنا لما وصلت فريحة ما كنت مفكر إني وصلت لمحل مانك ساكني. أنت شو طينتك بين الرجال؟ أصلاً أنا شو طينتي؟ لك أنا بشو شاغلة بالي كرمال واحد ولا مفكر فيني؟ أنت شو عم تخبصي؟ أنا اللي عم خبص؟ إيه عم تخبصي؟ طيب وأنت؟ أنت شو عم تساوي؟ أنت شو عم تساوي مع هاي الكذابة بنت البواب؟ أنت مالك شايف شو عاملة فيني؟ هاي البنت حطت لغم جوات حياتي، عم تفهم؟ وهذا اللغم على وشك انه ينفجر. ايه سينم، وهذا اللغم هو انا، وبنصحك تهربي قبل ما ينفجر فيكي. خبرك لما بدي اخذ اي قرار. اسفة على ازعاجك.
نسيت في شغلة لازم اشتريها من السوق. لك بنتي شو نسينا؟ ما جبنا كل شيء. لك كتير جاي على بالي. شو؟ تفاح. جبنا كيليين. بس بدي تفاح أخضر. لك بنتي انتي شو عم تمزحي معي؟ هذا حامض انتي ما بتاكلي، بحمد لمك وبتقلبي وشي. والله كتير جاي عبالي، بعدين خالي كتير بحبه. يلا بجيبون وبجي. هي منيحة. يلا ها لقيتي حجة لتحمليني اياهم. سلام أمي. آسف حطيتك بموقف محرج. لا احكي اللي بدك تحكيه بسرعة. ما تعرفنا، أنا كوراي. أهلين. كلتوم. أنت شو بتقربيها لفريحة؟ أنا بنت عمتها. بنت خالك؟ بنت خالي. كيف فريحة؟ كيف ممكن تكون يعني؟ كلتوم، أنا بدي إياك تقلي لها شغلة لفريحة، بالأحرى شغلتين. الأولى هي رفيقتي ووقفت جنبي بأصعب أيام حياتي، وهي إذا بترغب أنا جاهز إني يكون واقف جنبها بهذا الوقت. والتانية شو قل؟ التانية ما بعرف إذا بتفيد بشي، بس في شي جواتي عم يخليني أقولها. أمير هلأ عندي، بعدين أمير 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 مو نفسه. رجاء نحكي له هالشي. على كل ما بدي أخرك. ماشي، أنا لازم روح على السوق وجيب تفاح أخضر. باي. ليش صارت الساعة؟ 5:30. كله مني، أنا شغلت لك بالي. يا ريتني ما قلت لك إنه إجا كوراي، وكمان شغلت له باله إله. أنا كلامي كان مجرد كلام، ما كنت قصد شيء. لازم روح لعنده. فريحة رحتي مرة وشو صار يعني؟ بس هالمرة ما رح اسمح له انه يهرب. انتي جنيتي شي؟ الكل بالبيت اذا فاقوا شو ممكن قلن؟ بتدبري حالك. يلا فريحة. لوين؟ قبل كذا شهر. بعد شو اسمه؟ بعد أول ليلة قضيناها أنا وياكي مع بعض، وقت قلتيلي هي مو أول مرة. مين كان هو؟ مين كان؟ يعني شو أهمية مين كان؟ محمد عن جد هذا سؤال بينسأل؟ حصرت بقلبك لوقت ما بدنا نتزوج، لما قلنا ما عاد نفترق، وهلا جاي عم تسألني؟ والله هذا الحكي ما بصير محمد. معك حق، بس ضروري أنا أسأل. اسأل. طبعا اسأل، بس محمد بالأول أنا بدي أسألك سؤال. لهذا السبب ما بتدافع عني؟ لهذا السبب رابطني من شهور بمحبس ما له أي قيمة وخليت أمك تشرشحني؟ أنت شو عم تحكي يا مجنونة؟ متحملة كل هالأذى منك بس لأنك مو الأول؟
سهر حاجة. وأنا كمان برأيي حاجة. يلا روح على بيتك. سهر. محمد روح. اسمعيني. محمد روح. رجاك أمير لازم تسمعني. ليش مين أنت؟ أمير. أنت مين ولا إيه؟ كل الناس نفس الناس ونفس البشر وأنت مثلهم؟ وهيك أنت تحكي؟ قولي لي فريحة مين أنت؟ أمير اسمعني. فريحة مين أنت؟ شان المصاري ها؟ ولا فخفخة؟ ولا لأنك بدك تهربي من الأبو فريحة؟ ليش هيك؟ أنا رح أنسى الحكي اللي حكيت. بس أنا ما رح بنساهم. فريحة ما رح بنسى عمايلك فيني. ما رح أنسى كذبك أبدا. أنت شو عم تحكي؟ رح دفعك تمن هالشي. اتركني كوراي. اتركني. اهدى أمير. بعدين دخل. اهدى بقى. بعدين اهدى أمير. فريحة روحي هلأ. ما رح أنساكي فريحة. فريحة كرمال الله روحي. ما رح أنساكي أبدا. فريحة قلت لك روحي. رايق اوعك تتدخل تاني مرة. أنا بعرف كل شيء يا أمير. رحت لعند فريحة. على بيتها. ونزلت لتحت. فتت لجوا وشفتها. الشي اللي شفته أمها أبوها البيت اللي عايشة فيه شو بيوضح لك هالشي هاد؟ شو كان صار لو إنها من البداية قالت لي إن بنته للناطور وبنت فقيرة؟ شو يعني ما بقدر حبها؟ كذبت علي. حطتني الكمين وأنا وعد فيه مثل الغبي. أمير شو؟ يلا احكي لي كوراي. انصحني ووعيني مثل العادة. فهمني إلي ما تغلط. قول. هذا مو أمير اللي بعرفه. هذا مو أمير. بهالطريقة هي ما فيك تصارع أبداً.
ما بتنجح بهالطريقة. هيك رح بستمر كوراي، أنا رح بنجح بهالطريقة هي. أمير إذا تاني مرة بتقولي بدك تروحي رح أقفل عليكي كل البواب مشان ما تطلعي وتتبهدلي. فريحة تركي لها الشاب بقى. قلتم أنا كتير متعلقة فيه، ما رح أتخلى عنه. يعطيكم العافية. الله يعافيكي. رضا شو هاد؟ والله ما حدا عنده خبر بنوب، لسه ما قلنا بسم الله والشقة تأجرت والغراض بلشت تنزل كمان، وفيسال عم يستنانا بالمحل. كنا من نروح مع محمد منشان الكميونات، قامت طلعت لنا هالشغلة. وانت شو بدك منهم؟ اتركهم وروحوا، هن بيكملوا ليكن. محمد تعا معي يا ابني، خلينا نطلع لفوق وننبههم منشان الغراض ما يقحطوا الحيطان. يلا تعا يا ابني. كأنه غراضهم مانا كتيرة، يعني هدول ما عندهم أولاد. اوه يا امي لو شوف لك كنبايات كتير مودرن مثل اللي بيطلعوا بالمسلسلات. ايه والله يا بنتي الحياة هيك، في مين بينترك بنص الطريق لمعلق ولا مطلق، وفي مين بينتقل على بيوت فخمة وبسهولة. ايه امي لا تحملي زيادة، صحيح معجوقين بس مبسوطين اكتر. والله بنتي ضحكتيني من قلبي، انا مو جاي على بالي. فريحة كيفة؟ قاعدة وعضعة شفتها. انا رايحة طل على فريحة. ايه طلي طلي. فريحة يلا قومي. لوين يا؟ والله ما بعرف، منوقف قدام الباب. يلا في ناس عم تنتقل لهم، يلا منغير جو منشوف مين هن. يلا يلا وجايبين عفش كتير حلو. يلا خلدون آسفة، آسفة كتير. أيوة إيه أنا سينم. ما فهمت. ماشي أنا هلأ بحكي مع أبوها وبرد برجع بخبركن. ألو بورا، هلأ حكوا معي من مدرسة بيلين وقالوا إنك ما أجيت ودفعت القسط. شو معنى هالحكي؟ شو؟ عم تعلن إفلاسك؟ يا أخي انتبهوا انتبهوا، أنتوا حاملين الأغراض مشان ما يتكسر شي. تكرمي لا تأخذوني.
انت وين؟ انا بالاوتيل. انت منيحه؟ صوتك ليش متوتر؟ منيحه منيحه. انت امتى جاي على البيت؟ خلدون؟ انت هون؟ فريحة اطلعي لبرا. لك اطلعي. بدك تسمعني. اسمح لي وضح لك. إذا بتريد نسوي. يمكن اللي انتقلوا لفوق من اول يوم عصيانين برا. دوجة مو معقولة. اسفة ما فهمت عليكي. شي طبيعي، عيونك معلقة فيهم. شردت شوي. شو قلتي؟ ما في شي مهم. بابا ايمت جاي؟ ما بعرف، انا قبل شوي حكيته على الموبايل وسكر. تقولي حدا لحقه، مبين كمان عنده شغل كتير. منيح. خلدون بيك، هذا سي دي مو مبعوث من شركة جالكو، بظن بريد خاص. شو يعني بظن؟ معقولة ما حدا سأل من وين جاي؟ ماشي، فيكي تروحي. سهر،
سهر اسمعيني، انت هلأ صرتي إلي، بدك توافقي، وكل شي صار معك من قبل أنا ما بيهمني، انت هلأ إلي. كلام نفس الكلام، محمد أساساً أهلك ما بدهن ياني بالمرة، حاجة صول وتجول خلصنا، ما رح خليلك بغلطة واحدة من الماضي تهتني فيها. محمد نحن وصلنا لهالحالة من كتر النقل، عشان هيك تركني روح مو ناقصني وجع قلب. سهر خو سهر، قولي لعمتك انه جايين بكرة نطلب ايدك، واذا انت ما بدك بتقولي هيك قدام الكل. يعني هو انتقل لهون؟ صار بالبناية؟ هون شفتي؟ قلتلك بده يجي، وهي اجا يا فريحة، اجا لعندك. مو لعندي اجا، اجا لحتى يخلص علي. شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ شو بده يعمل يعني؟ بده يطلع روحك؟ بده ينتقم مني مثل ما أنا وجعته، هو هلا بده يوجعني. أخ يا الله، شبك خديجة، تركيهم أنا بكويهم عنك. شو هالحكي حبيبتي؟ معقول خليكي تكوي الشراشف اللي عم ننام عليها؟ أنت خليكي، أنا بشوف مين. أهلا وسهلا يا أخي. أهلين. أهلين فيك. أهلين أختي. أهلا وسهلا رضا. أهلين فيك يا زهرة. وجعني ظهري كتير كتير من هالشغل، ومحمد تعب كتير، ونحن راجعين مرينا على المكتب قال لي انه انا سابقك على البيت. شو لسه ما وصل؟ لا لسه ما وصل اخي، انت هلا عود وخد راحتك اخي، والمسا بعمل لك لزقه ما بيصفي فيك شي نهائيا. تسلمي لي يا اختي، تسلمي لي. ايه وانتو شو عملتوا؟ انتقلوا اغراض المستاجر بدون ما ينكسر شي او يتقحوط شي؟ ايه انتقلوا انتقلوا. انت خليكي زهرة. ايه يلا وصل وصل. ها أهلين. فوت يا ابني، يعطيك العافية. أهلا وسهلا محمد. يا محمد أنا يا ابني ما عاد فيي حيل، أنت يا ريت تطلع وتجمع هالزبالات. لا لا أنا بجمعهم، أنا بجمعهم هلأ ولا يهمك. لا لا أمي، معقول هالحكي؟ زهرة أنت عادي هون، أنا ما قايل لك هالشي من قبل، ما بيصير. معقولة أنت تطلعي وتجمعي زبالة؟ خلص أنا بطلع بجمعهم. فينا نفوت لجوا نحكي شوي؟ خير يا ابني. بدي احكي معكم بشغله. لو عرفنا نحن كنا طلعنا لمينا الزباله، وهيك اخي وابنه كانوا اخذوا راحتهم بالحكي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. كلتوم عادي يا بنتي، ليش واقفه؟ وانت يا محمد احكي اللي بدك تحكيه، خجلان من عمتك يعني؟ ماما بابا. ايه بكره
بدنا نروح نطلب ايد سهر. الزبالة sanki bedenimde sıntı yüreğim koparılmış